اتعرض الفنان الكبير سعيد ترابيك لكثير من التعليقات الساخره والهجوم الشديد بعد جوازه من ممثله شابه اصغر منه ب 39 سنه. ترابيك رد على كل اللي هاجموه، قال انه بيحترم الجميع لكن كل شخص ليه طريقته في التفكير، وكشف انه جمعته بزوجته قصه حب كبيره وان قرار جوازه دي حاجه تخصه لوحده، حتى انه ما خدش راي ابنه الوحيد في جوازه.